كان يا مكان في بلاد بعيدة قرية صغيرة آمنة تطلق على نفسها قرية المليون حافظ، وكانوا طيبين ويحبون الخير. وكان هناك أيضا الشخشير، وكان شريرا يحلم بالسيطرة على بلاد الطيبين. سأحكمكم أو أقضي عليكم، ولو كان هذا آخر عمل في حياتي. سأصل عاصمتكم يوما، سوف تندمون. لم يكن الشخشير وحيدا، فقد كان معه الروس والجنجويد، وأيضا مخلوقات غريبة تطلق على نفسها اسم الحوافر. شمينا بنة الزبدة بتاع البريوش. القرية ما زالت هناك، فإذا أنصتم فربما سمعتم صراخ مخلل أو قصائد مسيلمة أو خطابا صفريا جديدا للشخشير، وإذا أمعنتم النظر فربما لمحتم الحوافر. ألو ألو يا رعالي قرقضة، رنه ويسكر وهو الرز يجيه شكاير شكاير من طويل العمر. ألو، ازيك يا باشا، عامل ايش؟ كيف حالك وكيف حال النخلة كلها؟ درت لي رنه توا صح؟ اها تفضل. اوكي اوكي، لا لا، قنفودة مش انفودة يا باشا. شنو قنفودة؟ اسمها قنفودة، قنفودة. عموما كانها قنفودة. طيب حاضر طيب تمام. تو ندزلهم الفهد الاسود، هم ما يجوش 15 راجل، معاهم عرم صبايا وعويل صغار، ما يخذنش نص ساعه. تأمر يا باشا، احنا خدمين الجزم بتاع سعادتك يا اجدع دقله في شمال افريقيا. الو، ها قول، وين بو حماده؟ كيف ما لقيتوش بعد ما شلط ابوك؟ اها صح، بعدك هو فهد، وكان جرى ما عاد شي مسك شي، وبوك حتى هو ما درش فيه شوية، أكيد واصل توا تلقاه في السلفادور وهو يجري. فهد مش أي كلام. باي عموما، شنو صار في الجنود اللي دزيناهم القنفودة؟ المساطيل والسكارة ما قدروش يوصلوا المكان. كيف راحوا في الطريق؟ باي والصحيين؟ مفيش صحيين. باي ملا صحوهم ودزوهم من جديد، وشوفوا لنا حتى الفهد، بلك تلقوه حتى في ناشيونال جيوغرافي. تهيا نبدو يخريف ولا كيف؟ بديتو تصور انت تعطك دعوة يا رس، قول لنا يا رس. باه يايس، مرحبتين بيكم في برنامجكم التقاز في بيت قزاز. الناس اللي تكلموا عليه قنفودة، تعرفوا انت توا قنفودة عندهم 13 راس نووي وبارستين معاهن، ومعاهن 60,000 جندي نازي من جماعة هتلر الأولين أظن. والتقاز العالمي المعروف محمود ولد سليمة الشباحة، هذا بروحه، قال لي إن اللي في قنفودة يعبدوا في الشيطان ويسمعوا في شو اسمه، أيوه شو اسمه يا خريف، الروك أند روك، أيوه هذا، ويسمعوا فيه. ويا أخي حتى قالوا بونجوفي يحارب معهم. تأكدوا ان جيشكم منتصر وان التقاز معانا، واحنا متوكلين على الشخشير، وقولوا يا مجير. الو، ازيك يا نور عيوني، برنسي معجون بطابوني. لا انفودة امورها تمام، ما زلنا توا ندوروا في الفهد المشلط، لانهم بصراحة فيهم مسلمين واجد، والفهد المشلط قال ما نبوش شرع الله. مسلمين ملا كيف؟ لا، ويصلوا ويصيموا في رمضان، مسلمين يعني. والله يعني نكلم فرنسا نقولها في مسلمين ضدي ممكن يساعدوني؟ تمام، فرنساوي، والله الحق ما نعرف الا كلمة واحدة، جوتيم، نعرف كلمة جوتيم سيدي. تباهي باي، وانتو حشيشتكم هزايب، كلمهم انت وخلاص.
ما عليك في الناس سيدي، خلي الفرنسيس يمسحوا قنفودة بس، وأنا نطلع نقنع الناس إن الأطفال اللي قاعدين في قنفودة دواعش وحتى الصبايا داعشيات أخرى. بايو وقولك الناس يقتنعوا بالهبال هذا. وهو من أمتى الناس يقتنعوا؟ الناس يسمعوا ويهزوا فروسهم ويقولوا باهي وخلاص رحم، واللي بيهز راسه معانا ويقول باهي باهي، واللي ما يبيش يعدي يهز راسه مع الدواعش غادي. من يصدقها أطفال ودواعش؟ الدواعش اللي يسمحوا بالنقاش والتفكير. هنا ما فيش إلا طاعة وهز روسه وخلاص. نحن نهز روسنا لحضرتك وانت تهز راسك للبلح، والبلح للرز، والرز للبرجر، والبرجر للكشرة، وعدي. والله بصراحة ما فهمت المنيو اللي جبته لي يا بلعيط، لكن انت فالح في اقناع الناس. زمان ايام القذافي ياما اقنعت الناس بحاجات واجدة. يا سيدي استر الله باقي، خلينا ننهو الحلقة توا، والحلقة الجاية نحتفلوا مع الفرنسيس بالنصر على 15 ذكر اللي في قنفودة واطفالهم الدواعش وصباياهم الداعشيات حتى. خلاص ملا انهوها. طبعا ما تنسوش تقطعوا الوكال والشراب على الاطفال، الاطفال الدواعش اللي سميناهم دواعش، وجيبوا لنا الشاعر المطرشق هذا بتاع شوبرة ما شوبرة، خلوه يختموا الحلقة واعطوه رتبة ولا اثنين. الجشلي الجشلي ما فيه تريس، الكل خسيس ونذل كذاب ودبسيس. الجشلي دعم طحنون بكم مليون وكم مين اعلامي ملعون، ودعموه جماعة صهيون. خسيس خسيس انظني مدعوم من ابليس الجشلي. دولو